قمت اليوم بالوجبة الانتخابية؟ أي بالطبيعة، هذاك واجب علينا. شنو الفرق بين الانتخابات الأخرى والتشريعية والرئاسية؟ لا يفهمش حتى فرق، كيف كيف بيان أورغانيزي، يعني في حمامات. نحبوا نعملوا رئيس دولة. شنو تحب من رئيس دولة جديد؟ لا اللي مش يقوم بواجبه مع الشعب وكاو. شنو تستنى منه رئيس جديد؟ تستنى منه يعملنا كل خير إن شاء الله. جيت نقوم بواجبي كمواطنة تونسية. انتخابات رئاسية إن شاء الله. شنو الفرق بين الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ فما فرق؟ والله شو نقول لك، الإنسان فما فرق بيان سور، أخي الأخرى حاجة وهذه حاجة أخرى، هذه اللي بها فائدة تو، سي المومون دو سي ريفيي، يلزم الواحد تو يقوم بواجبه، ديجا سي التوب. إن شاء الله تونس بخير، وإن شاء الله ربي يوفقهم وربي يطيح بينا فرخ الحلال اللي يعرف تونس ويقدرها ويعرف فلوسها وين يحطهم، ويقوم بالزوالي وينقص في القفة اللي هي غالية شاوية. بو احنا نجمو نقولوا نشريو، ما نشريوش برشا زادة، حتى احنا من الطبقة الوسطى، أما سيغتا مومون نحس بروحي كوني معناتها الوسطى ما عادش نجم زادة تعيش. والله نرحبوا به الرئيس الجاي، وإن شاء الله يخدم البلاد. احنا حاجتنا معناتها انسان يخدم البلاد ويحافظ على الشعب، خاطرش الشعب هو كل شيء. انتخبت رغم كل شيء، جيت انتخب. جيت انتخب وليش انتخبوا، ما صورته ما وصلت ليش بخط مرش مليا، وليت انتخبت اللي ضميري قال لي انتخبوك هو، بعدت على كل أكل المنازعات الكل. هيا به هيا به. أنا حبيت انتخب ما تقولوش عليه شكون، ما نسميه شيء، ما نسميه، ما لقيتش اسمه، ما لقيتش صورته، وي قصد ننظر شوية ما عادش نشوف. إن شاء الله المرة الجاية نجاوبها. لقيت الصورة اللي ديما نرفعها واللي انتخبتها هي أكاهو. معنا أحد المواطنين في مدينة قربة اللي قام بالواجب الانتخابي نتاعك. صباح الخير مسيد. صباح الخير. شنو جيت تعمل هنا؟ جيت ننتخب كي كل تونسي. أكيد ما قلقتش الشهر اللي فات انتخابات تشريعية والمرحلة الانتخابات الرئاسية؟ لا لا ما قلقتش، هو حاجة باهية وستر الله، إن شاء الله يشد تونسي قدها وكاو. في شريط العمل معناتها العملية الانتخابية الرئاسية، فما فرق على اللي قبلها متاع التشريعية؟ أي الفرق هو ما ثماش كما المرة الأخرى، ما ثماش برشا عباد، مش برشا منتخبين. إن شاء الله بعد شوية تمشي لهم. كلمة للرئيس الجديد. إن شاء الله ربي يكون في عون وربي ويقد البلاد، اللي حاجنا به الاستقرار. هذا خطر حقي، حقه باش نشارك ونعبر على اللي نحب عليه واللي نحب نحطه باش يمثلني. إن شاء الله يا ربي يكون ولد حلال ويراعي الفقراء وقت الطلبة والمسكنات اللي ما همش يخدموا، ربي يعاونهم. أما احنا ولادي اللي فما رينا هرا. لا أنا انتخب معنا كأو معنا ذكية ظروف العادية نورمال، ما معنا الناس كل جيت انتخب وعادي جدا معنا. ومفان رينا اللي جون مصباح معنا أكثر الكهول وشيوخ؟ والله اللي جون طويكة ممكن تقول أقل نسبة من الكهول وشيوخ، ما توقعت ما نلقى نسبة أكثر معنا كيك هو. فهم برشا ممثلين معناها باهين وتحير ما تختار ساعات. واجب وحق معناها في نفس الوقت زاد، يعني نقف مع بلادي وكل ما شيء في نهار كامل هكايا
كل شيء معناها لك. أول حاجة أنا نستنى معناها أنك ترجع البلاد معناها رايضة أمن معناها فهمتني. معناها كي نخرج أنا مثلا بعد في الليل ما نلقاش معناها مشاكل ولا غيره ولا نخاف على روحي ولا كذا. هذه أول حاجة. ثاني حاجة معناها الاقتصاد شوية شوية معناها ثم برشا ناس عايشة ما زالت ما تنجمش معناها نتقاوم الغلاء هذا كل شيء فهمت على صعب فهمت كيف. أنا ما زلت طالب معناها وماذا بيا معناها كل نتخرج معناتها نلقى خدمة بيان سور فهمتني صالير باهي كل شيء معناها. عسلامة. ما هو عسلامة. ورينا صبعك انتخبت ولا؟ ما انتخب. يعطيك الصحة. عايش. بس شنو تحس من تجيت تنتخب؟ ولا سبعة حالة عادية. حاجة به عندك تحس بروحك اللي انت اخترت البشر وسام شفتي الرئيس. بالطبيعة انا واجب هذاك. شنو تحب الرئيس الجاي شنو تحب منه؟ شنو تطلب منه؟ ولا بشي شفي يحسن البلاد والوضعية و كل شيء والأمن كل شيء. يعطيك الصحة بارك الله فيك.